من أجمل الأشياء في رمضان لما كل أفراد الأسرة يجتمعون والعيال وايد فرحانين لما يدهم بيدتهم يصومون ويفطرون معاهم. أكيد يا سلامة، كبار السن لازم نهتم فيهم أكثر في رمضان، ولازم ناخذ الشياب عشان يزورون الطبيب قبل شهر على الأقل من بداية الشهر الفضيل، واللي يعانون منهم من بعض الأمراض ويأخذون أدوية الدكتور يقرر إذا ممكن تعديل وقت أخذهم للدواء عشان يصير بين الإفطار والسحور. وأنبهك يا سلامة، إذا لاحظتي أي تعب أو إنهاك شديد على أحد كبار السن أو عوارض إصابة بالجفاف، تفطرينهم بسرعة وتعطينهم الدواء المناسب. أما على الإفطار فانتبهي لنوعية الأكل أكثر من كمية السعرات الحرارية، وزيدي كمية البروتين إن كانت حيوانية أو نباتية، والشوربة وايد مفيدة للشياب في بداية الوجبة. وبعد كثرينهم الخضار والفاكهة والحبوب. ولازم يا سلامة نذكر الشياب بتناول ماي بانتظام بين الإفطار والسحور، ليل 2 لتر في اليوم، وعطيهم مشروبات ساخنة من الأعشاب بدل القهوة والشاي والعصير، ولا بس من شوية حركة بعد الفطور. بارك عليكم الشهر، عساكم دوم صحة وسعادة.